Она мне тоже выключилась помощи. Тоже берешь электрон. Толяна вам. Реально обходили. أنا بطالب الرئيس الأوكراني يرجع لنا بابا لأنه أنا محتاجة إله كتير. غياب والد الطلاب أثر على مستواهم وخاصة مستواهم الدراسي، أكيد صار عندهم تأخر دراسي بسبب إنه الأطفال قاعدين في الحصة بفكروا في غياب أبوهم، إيش بده يصير فيهم؟ إيش بده يصير فيه؟ إمتى بدهم يرجعوا؟ أكيد كمان أثر على مستواهم على حالتهم النفسية، عمل عندهم خوف إنه ممكن الحالة هذه تتكرر عند أعز الناس عندهم أو كمان ممكن تتكرر معاهم. فاحنا بنطالب ان شاء الله انه يرجع ابوهم بالسلامه بس عشان حاله الاطفال النفسيه والتاخر الدراسي اللي صاروا فيهم. انا اسمي موسى ضرار ابو سيسي ابن الدكتور المختطف ضرار ابو سيسي اللي اختطفوه المساعد من اوكرانيا، وبنوجه رساله لرئيس اوكرانيا انه يرجع ابونا بسرعه لانه احنا مشتاقين له ومحتاجين له كثير، و نتمنى انهم يساعدونا في يرجعوا لنا اياه بسرعه، واحنا شقنا له كثير ويا ريت مثلا بيرجع في اسرع وقت لانه احنا محتاجين له ونعيش كلنا يعني مثلا في بيت واحد، واحنا مش عارفين ليش الموساد الاسرائيلي اختطفوه ونتمنى يرجع، واحنا مش عارفين ايش نسوي لانه ابويا في السجن عند في اسرائيل وامي في اوكرانيا واحنا لحالنا عند دار عمتي، ولو بيرجعوا مثلا امي وابويا كلهم مع بعض وبنعيشوا ببيت واحد، واحنا شقنا لهم كثير ويعني محتاجين لابويا وامي كثير مش عارفين ايش. انا بسلم على بابا وان شاء الله ان شاء الله يطلع. مين اخذوه؟ الموساد الاسرائيلي. من وين اخذوه يا عمي؟